خلينا نخلص من قصة رقم 10. لعبت ماتش اعتزال الخطيب، كانت نقلة طبعا مليون في المية. الأول يعني فرقت معاك في الفريق الأول بعد كده؟ لا خالص، ما بصولكش. لا ملهاش علاقة. لا لا، والحمد لله والشكر لله النادي كله يا كابتن. النادي كله الجون اهو. ده هدف تعال. ده ابراهيم ولا حسام؟ حسام تسعة. الحمد لله كنت النادي كله يعني الحمد لله كان ودي برضو نقطة هنتكلم فيها كابتن شوبير، اللي هي فكرة ان انت لما يكون عندك لعيب واضح قوي قوي ان هو موهبة لازم تشتغل معاه شغل مختلف. اشتغلوا معاك شغل مختلف؟ لا ما اشتغلوش. لا ما علشان كده فكرة انك تلعب ماتشين وتلاتة في يوم واحد ده مش صح. فكرة ان صح. انت ما تاخدش تدريبات كل مباراة ده غلط. خد بالك رمضان صبحي نفسه رمضان ما تأهلش صح غير في اوروبا. رمضان وانا ماسكه في العشر سنين ياخد الكرة يمسك يقعد يقلب اللعيبة كلها ويجيبها جول، فولا بيلعب بدماغه ولا بيشوط ولا بيدافع ولا بيتزحلق. ما هو هو موهوب فهو اعلى من الناس دي كلها. فلما طلع درجة اولى انت شفت رمضان كان بيشوط؟ لا 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 لا، بيلعب بدماغه؟ لا، بيروح راس حربة تاني؟ لا، مفيش. هو رمضان هو اديله الكرة في رجله هيقلب اي حد، قصته معروفة. لكن لما راح اوروبا بقى اتغير الشغل. محمد صلاح نفسه بقى يعني كمان مع الفرق يعني. الموهوبين قوي يعني حازم امام، هتلاقي ابو تريكه، هتلاقي في ناس معينه وهم في الناشئين كان ده الشغل بتاعهم. فروحت دخلت مباراه كابتن الخطيب ليها قصه حلوه. قولي بقى. كانوا متفقين اهلي وزمالك على التعادل. مباراه واستاد القاهره متقفل. فيا جماعه لازم ايه نتعادل. المباراه كانت اتاجلت يومين باين او حاجه، كان حصل حاجه اللي لم تخن الذاكره يعني. مش فاكر كامل. بس انا اول ما نزلت فلقيتهم حصل مطر فتاجلت تقريبا، اعتقد كده، اتاكد لي المعلومه دي بس حسب ذاكرتي يعني. مش فاكر بس نزلت الملعب لقيت الفرقتين المفروض ان المباراه تخلص 5-5 6-6 ولعبوا ضربات جزاء ويعني يبسطوا الناس يعني. فانا اول ما نزلت لقيت حد من لعيبه الزمالك بيقول لي هات 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 عشان احنا متفقين انتوا. قلت له خد. فاديت له الكوره. فلقيت مين بقى اللي جاي لي؟ كابتن حماده عبد اللطيف. عشان اوريك برده قيمه النجوميه. نعم. برده كابتن حماده عبد اللطيف قال لي ايه ده انت بتعمل ايه؟ قلت له ما هو كابتن ما انتوا متفقين. قال لي لا 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 انت مالكش دعوه بالقصه دي خالص. انت كل الجمهور ده جاي يتفرج. والله الله على جاي يتفرج على مين؟ خليفه الخطيب. صدق ده جميل. والله قال لي انا عارفك انت مكسر الدنيا وجيت بس الناس مش عارفاك وجيت كسبت الزمالك انا عارف بس الناس مش عارفاك فانت ازاي قلت له يا كابتن طب ما كابتن فلان يعني كابتن كبير. قال لي لا 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 مالكش دعوه بالليله دي خالص، انا اول ما الكره هتجيلي هلعبها لك، خش بقى وروح ورقص. والله العظيم. وعمل كده الكره جات له يلا خد، راح بالداني. فشوف بقى نجم كبير وفي الزمالك قصه ممكن يكون مش في دماغه. فدي قيمه النجوم الكبيره. خلصت المباراه رجعت مع قطاع الناشئين وكملت بقى الحمد لله كابتن منتخب مصر في كاس امم افريقيا وكسبناها وخدناها، كابتن منتخب مصر في كاس العالم في البرتغال ورحت بقى درجه اولى وكملت. الواد الصغير ده اللي الخطيب بياخده من ايده وبيقول له تعالى انا انت خلفتي، هل حلمت ولو للحظه انك في يوم من الايام تبقى مكان الخطيب وان يبقى في مهرجان اعتزال والناس تبقى موجوده بالشكل ده؟ بصرف النظر يعني مهرجانك كان هايل كمان يعني، خطيب الملعب طبعًا. على اخره يعني طبعًا. لكن هل ضرف في ذهنك ولو للحظه انه في يوم من الايام ممكن يعني تيجي اللحظه دي بالشكل ده؟ لا 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 خالص، مستحيل ولا في الاحلام. ولا في الاحلام يعني ما كنتش اتخيل ابدا من اليوم ده لليوم ده يعني. طبعا المسيره بتعدي بحاجات كتير قوي يا كابتن شوبير. صحيح. زي ما انت بتقول اللعيبه اللي بيبقى عندها يعني توهج وهي في قطاع الناشئين غالبا ما بتكملش كوره. انا عايز اترجم الصور. لا انت لو ترجمت تيري هنري احمد بلال حسام غالي تامر حسني لا جميل. لا هتلاقي بص يا كابتن بقى يعني فرصه بقى مع حضرتك اشكرهم. ايوه طبعا تيري هنري ده كابتن منتخب فرنسا ونجم الارسنال. كان جاي لي بقى كابتن سامي الجابر من السعوديه. كابتن حسين عبد الغني من السعوديه. كابتن خالد قهوجي. كابتن سعيد العويران.
كل دول من السعوديه. يا رب ما انساش حد. كابتن محمد عمر كابتن منتخب الامارات. نعم. كابتن عبد الله وبران كابتن منتخب الكويت. انا كنت عامل حاجه كده اسمها نجوم العالم ضد النادي الاهلي. وكنت عامل لفته المهرجان نفسه كان تحت شعار بعيدا عن التعصب، عشان كده لبست حازم امام فانيله الاهلي وغالبا وجاب جون بفانيله الاهلي يعني بتاعي المره الاولى والاخيره. ودول ولادي، ده هادي وعمر ما شاء الله وعلي احمد حسن. اهو شفت احمد حسن كان عامل ازاي، احمد حسن بقى وميدو وحسام غالي وكل حسام حنف اهو وراه وشريف اكرامي. شريف اكرامي ده محمد عوده وعوده هتلاقي نجوم كتير. شريف اكرامي ساب واحمد فتحي اهو. شريف اكرامي سابنا اجيب جون. لا والله والله قلت له سيبها. شريف راح سايبها. فقلت اجيب جون في ماتش اعتزالي، دي برضو هتبقى حلوه. عبد الستار صبري كان محترف ساعتها. كل المحترفين يا كابتن، كل المحترفين جم. شريف اكرامي كان في فاينورد متهيألي هولندا. حازم امام اهو بالاحمر اهو. حازم بالفانيلا الحمراء. حسام غالي عمل اللي مدينا ظهره ده حازم امام. تيري هنري كان نفسه يلعب على فكره بس كان عنده اصابه. كان عنده اصابه وكان جاي حضرت له مؤتمر الصحفي، كان جاي بطياره خاصه. ده مين؟ طبعا ده منظم الشركه. جمال حمزه اهو. جمال حمزه طبعا. احمد عادل عبد المنعم، عبد الله جلال، كله وشيت. احمد السيد، انيس بوجلبان، احمد صديق. كل النجوم. انت بدات تاكل وتتخن بقى. وده ابن هشام حنفي. عمر واحمد حسن اهو. بقالك كتير يا وليد ما تفرجش على اللقطات دي صح؟ خالص. انا ما يعني على فكره نص. انا عايز اقول لك يا كابتن شوبير، ايه ده؟ وطبعا طبعا نجم هيفاء كانت عامله حفله بعد المباراه بس ما يشوفهاش غير اللي في الملعب، حفله للجمهور. ما تتزعش بقى بعد المباراه. نعمل شرطها انها ما تتزعش. لا هو الديل كده. يعني للاسف يعني برضو بلاش بقى ذكر اسامي، لكن كان في حد ماسك في التلفزيون. اتمنى ان الفكر ده يتغير. يعني هو قال لي مباراه اعتزال مالكش غير ساعتين. قلت له يا فندم اديني بس الساعه 9 10 اعمل المباراه، هعمل لك حاجه تاريخيه. تاريخيه. فاير وورك احمد عصام احسن حد في مصر. تحبيلة. حفله تامر حسني وهيفاء وهبي وسعد الصغير ودي للجماهير جوه الملعب. على فكره ده كان حر جدا، كان شهر 5 وامتحانات ثانويه عامه. ما رضيش يا كابتن شوبير، قال لي لا ماتش الاعتزال ما خدوش بالليل. انا انصح منك بقى. انا عملت ايه؟ كان صاحبي قوي الله يرحمه حسام عوض. عباسط حموده طبعا. ده جميل. جميل. ده عباسط بلدياتي. عباسط ده طبعا. صوت تحفه.